ما يطير من عيونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هاي فتنة كبيرة رح تصير يا جماعة، وإذا ما منوقفها الله أعلم لوين بدها تودي. حبيدك شيخي، بس أنا اللي قاهرني يا أبي، اللي قاهرني إنه نحن بدنا نضرب بعض ونترك الفرنساوي. الحوا أبي ومحلولة وكل الله، وينو الشبل؟ عند مني بالجبل، الله يعينه على القصة. بري عليك عمي معتز، حطيت دمك على كفك وشي تخبرنا، الله محيي أصلك. ما بدي وقفي أخي أبو عصام. قوم أبي، قوم لك شف لك طريق، قوم. يلا يلا يلا، الله يبارك فيك. مهلي بالمهلي، يلا يلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا بأبو عصام. يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. يا هلا أهلا بأبو ظافر. شرفوا أبو شرفوا. أهلا بأبو ظافر. أهلا بأبو شرفوا. أهلا وسهلا أبو ظافر. الله يعلم شرفته. عمر يلا دير القهوة. عويسينا شرف. الله يبارك فيك. أهلا يا حي الله. طبعا الله يبارك فيك. الله يسلم الديات. شرف عمي. خير يا ابو عصام. الله يجعلك بخير. انتوا السامعين ابو عمر. اخي ابو عمر، نحن جايين بطلب هي من الاخير، وقهوتك مشروبه اذا بتلبينا. اشرب وطلع. يابا موجه الله عليك، لا تطيهم وعد. يابا لا تخزينا، جايين مشان اختي هند وهذا الواطي. اطلب اي شيء غير هالطلب يا ابو عصام. البنت طلعت عن شورنا وخالفت اعرافنا وتقاليدنا، ولازم نقيم الحد عليها وعليه. والله لذبحه والله. جايتك غالي يا ابو عصام، ولو تطلب ولد من اولادي لقدمته من غير تردد. يا ابو عصام، اللي صار صار، والمكتوب ما منه مهروب. كسبونا الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك. أبو عمر، نحن جينا وبنعرف الأصول. نحن بنعرف إنه الشاب غلط وغلطة هالقد يعني، وبنتك كمان لا تواخذني بالكلمة، كمان غلطيت، طلعت عن شورك، وهذا بيعرف الله ما بيجوز ما بيجوز. وش من عملت؟ عشرة بعشرة الحق معك، ونحن معك، بس تعال نحسبها. إذا انهدر دمه للولد وراح فيها، وين هنروح؟ شو تولياه؟ وين حنروح بحالنا؟ ما حتصير فتنة. نحن ما لنا حاكمين حالنا يا ماما، انت بتعرف الوقت، بلد محكومة فقر ودين، والناس ولايتك وفوق مشاكل، لا وفوق دم. نحن محكومين، في محتل رح يقنصنا، رح يضربنا عرب عربين واكثر. والله مو ناقصنا. تعوا احسبوها، وين رايح البلد؟ مش شاء الله وين رايح البلد؟ نحن فينا من داويها، بس غيرنا ما رح يداويها، رح يغمق في جرحها. قلي لا، الحكي اللي قاله اخي ابو عصام دهب دهب. البنت طلعت عن شوركن، ونحن ما بنرضى بهالشي، والشاب كمان غلط واهله ما قدروا يمنعوه، بس الضرر اللي صار كتير بسيط قدام الفتنه يا ابو عمر. والضرر بسيط لانه الموضوع اصلا صار على سنه الله ورسوله وعلى الشرع وبالحلال. كسبونا كمان الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. واللي صار عسى صار لخير، عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. نحن بدال ما نهديت ونتوعد لك ابني وسير الدم للركب، خلينا نقول إنه فريد أخذ بنت عمه على سنة الله ورسوله. البلا بس يعملك يا أخي أبو عمار بيعمل الكل، والخير بس يصير بيصير كمان للكل. ونحن طول عمرنا هون عايشين أهل وأخوات، وما منسمح بدم أخواتنا يروح هدر. لا، نحن خلقنا لنصوم بعضنا ونحمي بعضنا. الشباب إذا فار دمهم معليش معليش، بس خلينا نشوف مثل ما قال أخي أبو عصام، توليها توليها مصايب كبيرة لك أخي أبو عمار. اللي عنا قلنا، وأنت فصل ونحن منلبس. يا
أبو عصام. شراب قهوتك يا أبو عصام، وانت كمان يا أبو ظافر شراب قهوتك، وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. أصيل يا أبو عمر، أصيل.